بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة دلوقتي هنبدأ سيشن نمبر 5 في السيشنز الخاصة بالتعامل مع مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2005. كنا اتكلمنا في الفور سيشنز اللي فاتوا عن مفهوم السيرفر ومفهوم الكلاينت، وكنا اتكلمنا عن ال RDBMS، وكنا اتكلمنا عن الانتجريشن بتاع الداتا جوه قاعدة البيانات نفسها، وكنا شرحنا برضو ازاي نكريت داتابيس، وكنا برضو شرحنا ازاي نعمل تيبلز، وكمان ازاي نعمل ريليشن شيبس ما بين التيبلز دي، وايه فايدة الريليشن شيبس، وايه شروط الريليشن شيبس عشان ابدأ اكريتها مع او داخل قاعدة البيانات مع الجداول وبعضها. هحاول دلوقتي بس ابعد شوية كده، بعيد عن الانجن وبعيد عن السيرفر، واحاول اتكلم على التي سيكوال او الترانزاكت سيكوال او الاس كيو ال، اللي هي اختصار او ستاندز فور الاستراكشرد كويري لانجويج، اللي هي لغه الاستعلامات الهيكليه او لغه الاستعلامات المركبه، وات ايفر ايا كانت بقى الترجمه. ولكن حضرتك طبعا اكيد فاهم انا عايز اتكلم عن ايه. لازلت بنبه عليك وانا في سيشن نمبر 5 دلوقتي ان انا ما بتكلمش في السيشنز دي عن برمجة، او اقصد لغة برمجة معينة يعني، تمام. انا الحاجة الوحيدة اللي بتكلم عنها هنا هي الداتابيس انجن، ومش عايز اقول لك وبالاخص سيكوال سيرفر. يعني انا تقريبا اللوجيك اللي انا بشرحه اللي هو الخاص مثلا بالانتجريشن بتاع الداتا والروز والكولومز، الحاجات دي ستاندرد فين في كل الانجنز الخاصة بمين، بقواعد البيانات. اللي انا عايز اوصل له برضو معاك في النهاية او في نهاية السيشنز دي، طبعا انا بعتذر لان انا برضو مش عارف انا هكمل بقية السيشنز دي امتى، او امتى هيكون ليها لاست سيشن يعني، ولكن دوت هتلاقيني في مرة كده بقول لك دي هتكون ان شاء الله اخر سيشن في الكورس اللي حضرتك بتاخده. اللي كنت عايز اقول لحضرتك او اوصل له بمعنى اصح، ان انا عايزك في الاخر قصة قواعد البيانات دي بالنسبة لك تكون قصة، مش هقولك بسيطة ولا سهلة، انا مش عايز اعتبرها موضوع من الاساس. يعني كون ان انت يبقى عندك تحط لوجيك لداتابيس، انا عايز ان ده يبقى شيء سهل، وكون ان انت يجيلك مثلا تيبلز وعايز تبدأ تكتب اوامر سيكوال جوه الانجن نفسه، والانجن يعمل هنا ويحط هنا ويكريت هنا ويدروب هنا ويديليت هنا، عايز كل الامور دي بالنسبة لك تكون امور بسيطة جدا جدا جدا. هبدأ النهاردة مع حضرتك في حاجة اسمها SQL، طبعا ده غير مايكروسوفت سيكوال سيرفر او SQL سيرفر 2008، سوري 2005. اللي انا هبدأ معاك فيه حاجة اسمها SQL، اختصار او stands for Structured Query Language، اللي هي لغة الاستعلامات الهيكلية. كان في ورق حضرتك اخدته في الليفل او ليفل 2 او في المحاضرة الخاصة بالتي سيكوال، كان كده تقريبا، ده كان تي سيكوال، المفروض طبعا يبقى في تي سيكوال 1، بس هي دي كانت اول محاضرة معاك في التي سيكوال. طبعا كنت بدأت اكلمك عن الاس كيو ال نفسها، كنت كلمتك عن نظرة تاريخية عن سيكوال بالشكل اللي قدامك دوت، ولماذا بقى سيكوال، ليه انا بستخدم سيكوال، وليه بنستخدم الجمل اللي زي كده، الكلام دوت ايه، هبدأ اشرحه لك حالا واحدة واحدة بقى من البداية كده. انا عندي هنا داتابيس اسمها نورث ويند، تمام. عندي دي تيبلز، هفتح تيبل مثلا وليكن تيبل الاوردرز، بالشكل اللي قدامك ده، تيبل الاوردرز دلوقتي جواه كولوم اسمه اوردر اي دي،
كاستمر اي دي والامبلوي اي دي والاوردر ديت والريكوايرد ديت والشيب ديت والشيب فايا والفرايت والشيب نيم والشيب ادريس والشيب سيتي والشيب ريجن وشيب بوستال كود وشيب كونتري. عندي كام سجل هنا او كام رو؟ 830 رو. رو يعني افق كده. اما كولوم يعني ايه؟ يعني عمودي. طيب كون ان اليوزر استخدم تكنولوجي او تكنيك معين زي الداتابيس عشان يسيف او يحفظ فيه الداتا بتاعته ده شيء كويس، وكون ان الداتابيس تبدأ تحتفظ بالبيانات لأطول فترة ممكنة برضو ده شيء كويس. ولكن مع 830 بقى، احنا مش هنقول هنا 830 بس، احنا ممكن نقول 830 ألف، 830 مليون سجل، whatever بقى عدد السجلات اللي خلانا هنا. انا هنا في 830 سجل عايز مثلا اعرض كل الاوردرز اللي اتعملت من تاريخ مثلا 4/7/1996 لغاية مثلا 19/7/1996. واحد هيدخل ويقول لي ادخل واروح معلم على دول، لا انت بقى ما تفترضش الكيس اللي قدامك دلوقتي. انا لسه من شوية بقولك افترض ان هما 100,000 سجل، بلاش دول، افترض دلوقتي ان انا مش هبدأ لك من الاول، انا عايز اقولك مثلا ابدأ لي من تاريخ، او هات لي كل الاوردرز اللي اتعملت مثلا من تاريخ 1/1/2000 لغاية مثلا 10/12/2004. هتبدأ بقى حضرتك تدور وتمسكهم تاريخ تاريخ، وانت بقى ساعتها مش هيبقى عندك 830، ممكن يبقى عندك 1000، 2، 10,000، 20,000 رو، ما تعرفش عدد السجلات هيوصل لغاية كام. ولذلك اصبح ان انت او الانجن ملزوم بانه يوفر لك تكنولوجي معينة بحيث ان حضرتك تستخدمها عشان تبدأ تستعلم، وخد بالك من كلمة تستعلم دي، تعمل كويري تستعلم عن البيانات اللي حضرتك عايزها، سواء حضرتك عايز تعمل استعلام بكونديشن او استعلام بدون كونديشن. دي البيانات اللي قدامك بالشكل ده. وارد برضو ان انا بدل ما استعلم عن التاريخ اقول مثلا اديني كل الاوردرز اللي طلعت او اللي تابعة مين، تابعة للامبلوي رقم 4. طب اديني مثلا كل الاوردرز اللي تابعة للعميل مين، فرانك. طب اديني مش عارف الاوردرز اللي بادئة من اول 10,000. انا بص كده لو خدت بالي من فوق، لا بلاش من 10,000، هقول مثلا اللي بادئة من 10,500. راحت فين؟ مثلا بدأ من 10,500 مش عارف الى 10,536 مثلا، يبقى انا عايزه يعمل لي رينج ايه؟ رينج على السجلات دي، وطلع لي يقول لي خد ايه؟ دي النتيجة بتاعتك اللي حضرتك طلبتها. طيب انا مش عارف برضو، ممكن اعمل كمان كويري او اعمل استعلام جديد على نفس الجدول، اقول له طلع لي كل الاوردرز اللي كانت الشيب كونتري بتاعتها ايه، فرانس او جيرماني او مكسيكو او ايرلند او يونايتد ستيتس او كندا، ايا كان بقى، واتيفر، او برازيل، ايا كان الكونتري اللي انا ايه هحددها. المهم انا عايز ابدا افلتر واستعلم عن البيانات. زي مثلا انا دلوقتي عايز اعمل ريسورتنج لمين، للداتا اللي قدامي دي. دلوقتي هي مترتبه حسب مين، حسب رقم الاوردر. طب انا عايز ارتبها حسب رقم ايه، او كاستمر اي دي، او حسب الامبلوي اي دي، او ارتبها كمان حسب الاوردر ديت، ابدا من التاريخ القديم ثم التاريخ الجديد، او العكس، ابدا من التاريخ الجديد ثم التاريخ القديم. انا عايز الامور ايه تمشي بالشكل ده. ظهرت حاجه بقى في الوقت دوت عشان تمكنني من ده كله، حاجة اسمها SQL. SQL ديت بيقولك تعد لغة SQL من اللغات غير الإجرائية اللي هي Non Procedural Language، على عكس اللغات المعتادة. وكلمة لغة غير إجرائية يعني دي لغة نازلة متخصصة في حاجة معينة،
تمام. تتخصص لغة SQL في التعامل والتحكم في قواعد البيانات العلائقية أو المترابطة اللي هي Relational Databases. في يونيو 1970، طبعا مفروض إدجار كود دوت، أنا ذكرت لك الاسم ده أكتر من مرة قبل كده، وقلنا إن دوت عرض أول نموذج يحمل مش عارف قوانين قواعد البيانات العلائقية، وبعد كده طبعا إيه إنتاج أول لغة برمجة تحقق هذا الهدف، وأطلقوا عليه اسم إيه سيكوال. اللي هو أنا بستخدم السيكوال دوت أو بستخدم اللغة دي بحيث إن أنا أعمل أو أستعلم على البيانات اللي موجودة جوه الداتابيس. تمام. كان اسمها في الوقت دوت Structured English Query Language أو لغة الاستعلامات الهيكلية الإنجليزية، وبعد كده لما أصبحت بقى اللغة دي ستاندرد على مستوى العالم أصبح اسمها Structured Query Language اللي هي SQL. يقول لك تعد الفكرة النهائية من قواعد البيانات توفير معلومات، فلا تعتقد أن لقاعدة البيانات أهمية بمجرد أنك تقوم بتسجيل بياناتك داخلها، وحتى إن وصلت مساحة البيانات دي لإيه لوان تيرا بايت اللي هي إيكوال كام 1024 جيجا بايت. المفروض إن حضرتك بعد ما بتسجل البيانات، أو مش أنت بقى، العميل تحديدا بعد ما بيسجل البيانات إيه اللي محتاجه؟ محتاج يعمل فلتر على بعض البيانات، محتاج يعمل ريسورتنج، محتاج يعمل مثلا اكستراكت داتا او يريتريف داتا من قاعدة البيانات في رينج او سكوب معين زي اللي احنا هنشوفه مع بعض. اصبحنا دلوقتي في المرحلة او في اللحظة اللي انا بتكلم معاك فيها دلوقتي عارفين يعني ايه SQL او SQL، تمام، واصبحنا عارفين فايدتها، ولكن في حتة كده ايه ناقصة عايز اقول لك عليها معلومة عن SQL. SQL كلغة، تمام، كلغة انا قلت انها non procedural language يعني لغة غير اجرائية، اي انها ايه لغة متخصصة. السيكوال مفيهاش كومبايلر، مفيش كومبايلر جوه مين، جوه السيكوال. الانجن بتاع الداتابيس بيفهم اوامر السيكوال كما انزلت، خلاص دي نقط احنا بنتفق عليها من دلوقتي عشان برضو بعد كده ايه ما نرجع لهاش تاني. انا دلوقتي عايز اكتب امر سيكوال مثلا يعمل ايه، يعرض لي بيانات كل الكاستمرز اللي عندي. ده جدول اسمه كاستمرز، ده جدول اسمه كاستمرز قدامي اهو. لو انا قلت لك اعرض لي او فيو كل بيانات الجدول ده هتقول لي رايت كليك واوبن ايه open table، الكلام ده كله ما فيهوش اي مشاكل. ولكن سي ان انا بقى مش عايز اعرض بيانات الجدول، انا عايز افتح الجدول كده وما يظهر ليش كل الكولومز اللي قدامك دي، يظهر لي كولوم مثلا اللي اسمه company name او customer id او contact name او contact title او address او city او region. المهم انا عايز كولوم او اتنين او تلاتة، يعني انا مش عايز كل الوش ده. ساعتها الحل يبقى ايه؟ الحل هقول لك الحل ايه. انا دلوقتي محتاج اعمل عملية معينة على قاعدة البيانات مش موجودة في الجدول، وهي انا دلوقتي محتاج اعمل حاجة مش موجودة في الجدول. ابدأ اعمل ايه بقى؟ استخدم SQL بأوامرها عشان ابدأ اعمل او اريتريف الداتا، استرجع الداتا بتاعتي بشكل معين. عشان اكتب امر مبدئيا لازم رايت كليك على اسم الداتابيس اللي انا هتعامل معاها واقول له نيو كويري، هيفتح لي اديتور فاضي هو الجديد، تمام، منتظر ان انا اكتب فيه ايه الاوامر بتاعتي. تعالى كده نرجع للورق بتاعنا. بيقول لك الامر سيلكت كوماند دوت او الامر اللي اسمه سيلكت ده من اهم الاوامر الموجوده عندي في الترانزاكت سيكوال او في التي سيكوال. الكلام ده معناه ايه؟
اساسا كلمة select في الانجليش عندنا او في اللغة عموما بمعنى ايه؟ بمعنى اختار، بمعنى اختار. فلو انا قلت لك مثلا اختار لي او هات لي او احضر لي كل العملاء اللي مثلا رصيدهم او البالانس بتاعهم فوق مثلا ال1000 دولار، او مثلا هات لي كل الكاستمرز اللي عندك او كل العملاء اللي بيبدأ اسمهم بحرف ال A، او هات لي مثلا كل الكاستمرز اللي عندك اللي مثلا ساكنين في جرماني، او مثلا هات لي كل الكاستمرز اللي عندك اللي مثلا تاريخ او الهاير ديت او تاريخ تعاقدهم معايا كان من سنة 2000 ل 2005. مش كل دي استعلامات انا ممكن اطلبها منك كصاحب عمل؟ طيب اول مثال عندنا، اول مثال عندنا بيسأل بيقول اختار لي الاسم الاول من جدول بيانات مين؟ بيانات الموظفين. طبعا احنا هنلغي كلمة الموظفين دي ونتعامل على انها ايه؟ بيانات العملاء. شوف الجملة دي لو حبيت اترجمها، انا قلت كلمة اختار معناها ايه؟ select، والاسم الاول ده اسم الفيلد او اسم الكولوم اللي انا عايز اختاره، ولذلك لازم اكتب اسم الفيلد كما هو موجود ايه؟ بالجدول. كلمة من جدول تعني ايه؟ from. كلمة من جدول تعني ايه؟ from. اما بيانات الموظفين فدي او بيانات العملاء تعني اسم الجدول. بص كده الرسمة اللي تحت دي، اختار يعني select الاسم الاول او اسم الفيلدز بقى على طول، يبقى ايه؟ بكتب اسم الفيلدز هنا. من جدول يعني ايه؟ بتترجم لفروم بيانات الموظفين لامبلوي داتا، او اللي احنا هنستبدلها عندنا فين؟ في الاكزامبل بتاعنا البيانات العملاء. فبيقول لك ان الترجمة النهائية للامر ده تساوي ايه؟ select اسم الفيلد اللي انت عايز تختاره from اسم الجدول اللي انت عايز تجيب منه. تعالى نكتب الكلام ده هنا كده عندنا ونطبقه. بص يا سيدي، قبل ما نكتب اي اوامر في التي سيكوال او في ترانزاكت سيكوال عندنا، انت هنا عندك ريسيرفد ووردز زي الريسيرفد ووردز اللي موجوده فين؟ في لغه البرمجه اللي حضرتك بتشتغل عليها. الريسيرفد ووردز هنا بتتلون عندي بلون ازرق، وبتتلون عندي بلون بينك، وبتتلون عندي بلون رمادي. خلاص، الاوامر هنا مش يعني الاديتور هنا مش حساس او مفيش اي حساسيه للاحرف الكابيتال او السمول ليترز. يعني انت لو كتبت مثلا select بالشكل ده هي select بالشكل ده، ولكن تعال اقول لك العاده جرت على ايه. العاده ان انت دايما تكتب الريسيرفد ووردز او اي ريسيرفد وورد، مش شرط باللون الازرق، اي ريسيرفد وورد بتكتبها جوه امر تي سيكوال لازم يكون كابيتال، عشان وانت بتراجع، احنا طبعا اتعودنا على كده حتى لما بنيجي نراجع على الايه، على الاوامر بتاعتنا في حاله ما بنعمل ديباجنج، او ما في حاله مثلا بيكون في خطأ معين وانت عايز تدخل تهندل او تكاتش الايرور ده، فبتدور والله دي صح دي مش صح، طب دي كابيتال خلاص اسيبها، طب ابدا ابص بقى في اسامي الاوبجكتس اللي عندي سواء الحقول سواء الداتابيسز سواء مش عارف ايه. الواحد ساعتها يبدا ايه؟ يبدا يركز في اللي بيعمله. قلت انا كلمه سيلكت دي معناها ايه؟ معناها اختار. طيب لو انا جيت فتحت جدول الكاستمرز مثلا او الامبلويز وات ايفر، الاتنين واحد دي مش هتفرق، خلينا في الامبلويز مثلا، نغير من الكاستمرز للامبلويز. انا عندي كولوم اسمه امبلوي اي دي، وكولوم تاني اسمه لاست نيم وفيرست نيم. انا عايز دلوقتي مش اسلكت بقى الجدول كله، مش اجيب الجدول كله، لا انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الكولوم ده بس اللي هو فيه نانسي واندرو وجانيت ومارجريت وستيفن ومايكل وروبرت ولورا واني، تمام؟ عايز اجيب كل الكولوم ده بس،
بالشكل اللي قدامك ده دونا عن الجدول ده كله. فهاجي هنا بقول له select الفيرست نيم. طيب هتفرق لو انا دلوقتي رحت جيت كتبت اسم الفيلد كله كابيتال؟ لا. هتفرق لو كتبت سمول؟ برضو لا. ولكن انت حاول دايما تكتب ايه، تكتب المسميات زي ما هي في قاعدة البيانات. انا قلت لك كده بقى select يعني اختار الاسم الاول من جدول، واكتب بعد from اسم الجدول اللي هو ايه زي ما هو موجود عندي في الداتابيس employees. يبقى انا كده بقول له اختار اسم او الاسم الاول من جدول الموظفين، اختار لي او اعرض لي او احضر لي الكولوم او العمود الخاص بالفيرست نيم من جدول مين؟ الامبلويز او الموظفين. نعمل بارس كده، هيقول لي incorrect syntax. عارف ليه قال لي incorrect syntax؟ لانه اساسا بيعمل تشيك على الجملة اللي معمول لها ايه selection بالشكل ده. اقول له بارس هنا، هيبدأ يقول لي command completed successfully. اقول له execute، هيبدأ يعمل ايه، يجيب لي الكولوم اللي فيه مين بقى، اللي فيه نانسي واندرو وجانيت ومارجريت اي تي سي بقى للايه للاخر كده معاك. فدلوقتي اللي انا استفدته من الجمله اللي قدامي دي ان انا لما جيت اعمل امر كويري او امر استعلام على الجدول كان لازمني اربع حاجات. اقول له سيلكت يعني امر الاختيار نفسه لازم ابدا بيه، ثم اقول له ايه الحقول اللي معاليك هترجع بيها انت كانجن، هترجع لي بايه، او جملة الاختيار اللي انا عايزها هترجع لي بفيلد باتنين بتلاتة بالجدول كله ايا كان. وبعد ما بحدد الاختيارات اللي هترجع لي لازم اقول له ايه، اقول له فروم، انت هترجع لي منين. انا هقول لك على حاجة، انت مش وارد ان انت يكون عندك جدول امبلوي دوت فيه كولوم اسمه فيرست نيم، وبرضه في جدول الكاستمرز في كولوم اسمه فيرست نيم، فلما تقول له سيلكت فيرست نيم وتسكت، الراجل مش عرفه انت طب تقصد الفيرست نيم بتاع الامبلويز ولا تقصد الفيرست نيم بتاع الكاستمرز. ولذلك يجب ان انت تعمل ايه، تقول له سيلكت وتحدد له اسم الفيلدز اللي انت عايزها، وتقول له فروم يعني من جدول او الجدول اللي انت هتتعامل معاه اسمه ايه، اسمه كذا. نصيحة صغيرة هقولها لك، اوعى تكتب اسم فيلد او اسم جدول بدون ايه سكوير براكتس بالشكل ده. طب السؤال اللي هيتسأل دلوقتي، طب ما احنا من شوية ما كناش كاتبين والراجل نفذ، انا ما قلت لكش اي حاجة. ولكن سي مثلا ان انت عندك ادي نيو تيبل مثلا، خد بالك بقى من اللي هيحصل. نعم انا كده ببعد عن الموضوع بس عايز ايه، عايز اوضح لك فكرة معينة، واعمل سيف للجدول ده واسمي الجدول ايه ترانزاكشن، مش هخليها كده، يعني جدول مثلا الحركة انا بسميه اسم عادي اهو. فيها مشاكل دي؟ مفيهاش مشاكل. تعالى بقى اقول له ايه، اقول له مثلا select asterisk يعني select لي كل الحقول from مين، transaction. ايه بقى الغريب هنا؟ طبعا مش اوعى تقول لي ان دي الغريبة، لا. حتى يا سيدي هناك كنا عاملين فيلد اسمه ايه ID. يلا دي مش غريبة ولا حاجة اهي. المهم انا دلوقتي لو جيت اقارن ما بين الجمله دي واللي فوقيها، ادي سيلكت هي سيلكت، وفيرست اي دي هنا تقابلها مين، يقابلها حقل فيرست نيم هنا سوري، يقابلها حقل الاي دي فين، في الجدول الثاني. فروم هنا هي فروم هنا. وهتيجي هنا تقول لي ايه، تقول لي الامبلوي هنا او اسم الجدول ده يقابل اسم الجدول ده. يا راجل ده انا من شويه قلت لك ان اي ريسيرفد وورد بتتلون بلون من ثلاثه، يا كذا يا كذا يا كذا، وكان اول لون فيهم ذكرت لك اللون الايه الازرق. طب مش ترانزاكشن ده اسم الجدول؟ يعني انا لو جيت انفذ كده
الله، طب هو انت معترض ليه؟ قال لك incorrect syntax near the keyword transaction. ده عم يعتبر ان دي، معتبر كلمة transaction دي keyword. يا عم keyword ازاي؟ ده دي اسم جدول عندي. قال لك لا، قال لك انا عندي keyword شبيهة بيها اسمها transaction، ولذلك بقيت ملزم بان انا احط كلمة عشان افصل transaction الكيورد عن transaction بتاعت انا اللي في التيبل، لازم احطها ما بين سكور براكتس. ولو جيت عملت كده الراجل ايه هيبدأ ينفذ معايا اول statement اللي هي الاولى بتاع الفيرست نيم والامبلوي، وهيجي عند تاني واحدة فعلا نفذها، بس هتقول لي مش جايب نتيجة ليه؟ اقول لك والله عشان احنا اساسا في جدول الترانزاكشن مش مسيفين اي ديتيلز او اي بيانات. اوكي، طيب تعالى كمان نعمل حاجة تاني. سي دلوقتي ان انت عايز مثلا تجيب الفيرست نيم ثم اللاست نيم ثم الامبلوي اي دي ثم التايتل، او مثلا تجيب التايتل اوف كورتسي تمام في الاول، وبعد كده ايه تجيب الفيرست نيم ثم اللاست نيم، يعني تقلبهم بقى تقعد تلعب كده. الكلام ده يتعمل ازاي؟ بص يا سيدي، نشيل دي، انا هكتب سيلكت برضو. انا ما دمت برجع او بسترجع بيانات من الجدول او بختار بيانات، لازم اشتغل على مين؟ على سيلكت. تمام كده، هبدأ دلوقتي اقول له ايه سيلكت الفيلد اللي انا هسترجعه في الاول، اللي هو عايز ياخد ترتيب من على الشمال كده. ده اسمه، بص بقى انا لو جيت هنا رحت كاتب from بالشكل ده، الراجل فعلا راح عمل ايه استرجع لي الفيلد ده، ولكن انا عايز ده وبعديه الفيرست نيم وبعديه اللاست نيم. قال لك عشان تسترجع اكتر من كولوم في نفس الكويري، قال لك اكتب مسميات الفيلدز، عفوا طبعا يعني في سكوير براكتس، اكتب اسامي الفيلدز او اسامي الكولومز دي، ولكن افصل ما بينهم بايه؟ بكوما بالشكل ده. فهاجي اكتب هنا فيرست نيم ولاست نيم بالشكل ده، يبقى سيلكت لي التايتل، وبعد كده سيلكت لي الفيرست نيم، وجنب منهم حط لي مين؟ اللاست نيم. كل دوت تجيبه منين؟ من جدول الامبلويز. لو جيت عملت بارس قال لي completed successfully، لو جيت اكسكيوت قال لي الجدول بتاعك كما يلي: مس نانسي مش عارف ايه، دكتور مش عارف مين، مس مين، مسز مين، الكلام ده ايه بالشكل اللي قدامك. في حين ان الجدول اساسا ترتيب الجدول بيبدأ باللاست نيم ثم الفيرست نيم ثم تايتل اوف ايه في كورتس ديت، ولكن انت على حسب ما بتحط الفيلدز هنا. يعني مثلا لو معاليك رحت جايب دي كده ورحت حطيتها هنا وعملت اكسكيوت، خد بالك من شكل الجدول ده دلوقتي عامل ازاي. بص كده بقى دلوقتي حط لك الفيرست نيم في الاول، وبعد كده التايتل، وبعد كده ايه لاست نيم. فعلى حسب ما معليك بتحط او بترتب الفيلدز بتاعتك هتطلع زي ما هي بنفس الترتيب اثناء الفيو او اثناء العرض. طيب سي انك عايز بدل ما يبقى الفيرست نيم بالشكل اللي قدامك ده، يعني مثلا يقول لك مس نانسي مثلا فلان، عايز يحط، عايز تحط انت نانسي، او عايز تحط الفيرست نيم بقى مش مع نانسي بس، مع اي حد، او مثلا مع اندرو او ايا كان، تحط الفيرست نيم جنب مين؟ جنب اللاست نيم في كولوم واحد، ما يبقاش ده كولوم وده كولوم تاني. ساعتها تعمل ايه؟ لو تفتكر حضرتك في ليفل 1 اثناء دراستك لل الفيجوال بيزك، واثناء بالتحديد لما كنا بندرس حاجه اسمها الاوبريتورز، واثناء ما كنا بالتحديد بندرس حاجه اسمها كونكاتينيشن
operators اللي هي معاملات الربط. كان عندنا هناك في الفيجوال من معاملات الربط concatenation operator اللي هو ده، concatenation operator تاني اللي هو الايه البلس. هنا طيب عندنا في السيكوال، عندنا في السيكوال هنا البلس اصبح دلوقتي كاني بقول له ايه، بقول له سيلكت لي التايتل وسيلكت لي الاثنين دول ككولوم واحد. انا دلوقتي بفصل ما بين الكولومز كلها بايه، بكومة. لكن انا هنا فعلا ده كولوم لوحده وده المفروض ان ده كولوم وده كولوم، ولكن ما دام ما فيش ما بينهم كومة اصبح الاثنين يمثلوا ايه، يمثلوا كولوم واحد. طب تيجي نعمل بارس، قال لك تمام. طب اكسكيوت، بص بقى جابهم بالشكل ده، ادي مثلا دكتور اندرو فولر بالشكل ده، ولكن المفروض برضو يعمل سبيس ما بين الفيرست نيم واللاست نيم. ساعتها هاجي اقول له سبيس بالشكل ده بلس. ايه اللي حصل بقى؟ انا قلت له سيلكت لي التايتل، الراجل جاب التايتل زي الفل ما اعترضش. الكولوم التاني بتاعك يعتبر مزيج من اكتر من حاجة. اول حاجة هي مين؟ هي الفيرست نيم، زي مثلا اندرو كده اهو ده، او روبرت مثلا. خلاص، يبقى انا دلوقتي الفيرست نيم جابه، قلت له بس ما تجيبوش لوحده، خد جنبه مسافة، خد جنبه ايه مسافة، لان هنا بص الدنيا ملزقة ازاي، ادي ده اللاست نيم وده الفيرست نيم، مفيش ما بينهم اي سبيسز، لذلك الاسم ايه ملزق في بعض. فقلت له خد ما بينهم مسافة. حد هيقول لي طب ايه بقى القصة بتاع العلامة اللي انت جبتها دي، جبتها منين؟ عندنا في الفيجوال يا جماعة او في البرمجة كنا بناخد تو دبل كوتيشنز بالشكل ده. الدبل كوتيشن دي موجودة فين؟ في لغة البرمجة. اما عندنا احنا هنا في السيكوال او في الديتابيس انجن على طول بشتغل بالسنجل كوتيشن اللي هي يمثلها حرف الط في الكيبورد بتاع حضرتك، وتاخد سبيس وتروح قافل الايه السنجل كوتيشن. اصبح دلوقتي لو انت مشيت الجملة على هذا الوضع هيجيب لك التايتل والفيرست نيم، وبعد الفيرست نيم يروح واخد لك مسافة وشكرا. ولكن انا عايز الفيرست نيم ثم المسافة ثم مين، الفيلد او الفاليو بتاع الكولوم اللي اسمه لاست نيم. كل دوت تجيبه لي منين؟ من جدول الامبلويز. بارس كده قال لك كومبليتد سكسسفولي. لما اقول له اكسكيوت هيبدا بقى الراجل يقول لي مثلا ايه، يعني شوف مثلا روبرت ايه، مستر روبرت كينج، مش عارف اندرو فولر، جانيت ليفرلينج بالشكل اللي قدام ايه، بالشكل اللي قدام حضرتك كده. يبقى انا دلوقتي استخدمت حاجه اسمها concatenation operators للربط ما بين اكتر من فاليو في نفس الكولوم. مش دول ثلاثه فاليوز، مش دي فاليو وده فاليو ودوت السبيس ده يعتبر فاليو اهي، ده فاليو لاست نيم وده الفيرست نيم، والسبيس اللي ما بين الفيرست نيم واللاست نيم تمثل ايه فاليو ثالثه. اصبحت دلوقتي انا عندي ادي كولوم، وكل دوت ابتداء من السكوير براكتس بتاع الفيرست نيم لغايه السكوير براكت بتاع مين، بتاع اللاست نيم، يمثل كولوم تاني. ولكن دوت لما تقعد تحلله بيتكون من كام فاليو، 1 2 3. طيب هنا الراجل جايب لي بيقول لي نو كولوم نيم. نو كولوم نيم ليه بقى؟ دلوقتي انت اصبحت عندك كولوم تاني غير متسمي اساسا. طب ليه هو مش متسمي؟ لسبب بسيط خالص، عشان حضرتك عامله او هو الكولوم دوت بيتكون من مزيج من اكتر من فاليو في اكتر من فيلد، ولذلك لازم تعمل ايه، تروح عامل كده قوس قبل السكوير براكت، وهنا برضو قوس تاني بعد السكوير براكت دوت، وتبدا تعمل حاجه اسمها alias او رينيمينج للكولوم ده، تعمل رينيم للكولوم ده او اسم مستعار بالنسبة للكولوم ده، عشان ما يجيش يظهر كده قدامك ويقول لك ايه نو كولوم نيم. هتقول له as، يعني كل الاكسبريشن ده كده على بعضه يعتبر as full name.
بص بقى يا سيدي، دلوقتي سلكت الفيلد ده مع الفيلد ده اللي بيتكون من اكتر من فاليو ويمثل اكسبريشن. الفاليو الاولى جاية من حقل الفيرست نيم، والفاليو التانية جاية من سبيس فيزيكال سبيس انا عاملها بايدي، والفاليو التالتة مكونة من مين؟ من لاست نيم. ولكن المشكلة اللي قدامي دلوقتي ان الكولوم ده اول ما بيتعرض بيروح كاتب لي في الهيدر بتاعه او في رأس الكولوم دوت، يقول لي ايه؟ نو كولوم نيم، يعني الكولوم ده بدون اسم. ولذلك كنت ملزم ان انا اروح حاطط قوس قبل الاكسبريشن وقوس بعد الاكسبريشن، واقول له از، يعني كل الاكسبريشن او التعبير الطويل العريض ده از ايه؟ اعرضه لي كاسم او كمسمى باسم ايه؟ فول نيم. اعمل لي كل الكلام دوت فروم جدول مين؟ الامبلويز او الموظفين. بارس كده قال لي كومبليتد سكسسفولي، اقول له اكسكيوت، قال لي بقى ايه؟ ادي الفول نيم ونفذ لي الجملة او الاكسبريشن بتاعي بشكل طبيعي. طيب لو انا جيت كده ورحت حاطط الفول نيم ما بين سكوير براكتس وجيت اجرب، هيشتغل؟ هيشتغل. ليه؟ قلت لك اي حاجة دخيلة، اي حاجة دخيلة على الكي ووردز، ما اس دي تمثل كي وورد او ريسيرفد وورد، وسلكت نفس النظام وفروم برضو نفس النظام. فلذلك ايه؟ اي حاجة دخيلة كاسماء اوبجكتس او اسماء جداول او اسماء اندكسات او اسماء مثلا ريليشن شيبس او اسماء فيوهات او ستوردز او تريجرز، كل الكلام دوت تحطه لي ما بين ايه؟ ما بين سكوير براكتس بالشكل اللي قدامك. ادي ده سكوير براكت وده سكوير براكت. لو حضرتك بتكتب انجلش يبقى السكوير براكت الاولاني يمثل حرف الجيم والسكوير براكت الثاني يمثل حرف الدال. اما لو حضرتك بتكتب عربي فالسكوير براكت الاولاني يمثل شيفت وب، والسكوير براكت الثاني يمثل شيفت وي. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي وصلت معاك لان انا اعمل ايه؟ اسلكت فيلدز معينة من مين؟ من جدول معين داخل قاعدة البيانات. طيب اظن كده الامر واضح قدام حضرتك اهو. سلكت الحقل الاول، اكسبريشن الثاني اللي هو يمثل مزيج من اكتر من حقل، as full name from الامبلويز او from جدول الامبلويز. طيب تعال ناخد مثال تاني. سي بقى ان انا قلت لك اعرض لي كل بيانات الموظفين كلها، هتقول لي طبعا سيلكت وروح بقى ماسكهم حقل حقل، الامبلوي اي دي واللاست نيم والفيرست نيم والتايتل ومش عارف ايه. لا، ما دام انت عايز تجيب كل بيانات الجدول اعمل سيلكت استرسك، دي بتعمل ايه؟ بتجيب لك كل بيانات الجدول. ولكن لازم طبعا تقول له فروم سيلكت، لازم يجي معاها فروم. تمام. وتحدد له اسم الايه بالشكل ده، بارس اوكي اكسكيوت، هيجيب لي كل الايه؟ كل البيانات بالشكل اللي قدامك ده. سي بقى ان انت دلوقتي سقطت او راحت من دماغك خالص انك ازاي تكتب سيلكت. وانت بتسطب السيكوال وحضرتك بتسطب السيكوال سيرفر عندك، كان في اوبشن في السيت اب اسمه بوكس اونلاين، طبعا مفترض ان حضرتك علمت عليه لان انا كنت مديك صور لهاو تو سيت اب سيكوال سيرفر 2005. فالبوكس اونلاين ديت تمثل ملفات الهيلب الخاصه بترانزاكت سيكوال او سيكوال سيرفر بصفه عامه بما يتضمنه من ايه؟ من تي سيكوال. ودي عشان توصل لها تقول له هيلب وتقول له ايه؟ اندكس مثلا او سيرش او كونتنتس، وتنتظر بس حتى ايه يتم التحميل. فتحت اهي، قول له سيرش وقول له مثلا سيلكت هنا اهي، وقول له ايه؟ انتر. هيقول لك يوز اونلاين هيلب اس برايمري سورس ولا يوز لوكال هيلب اس برايمري سورس ولا دونت يوز
لاين هيلب. طبعا لو حضرتك عندك انترنت في البيت هتحتاج تعمل ايه؟ تقول له كده يعني يحبذ، لان بيبقى فيه مثلا تحديثات جديده وبتاع. اما لو انت ما عندكش انترنت في البيت فبتقول له يوز لوكال هيلب، يعني اعمل لي لوكال او اعمل لي سوري هيلب من اللوكال ايه بوكس اونلاين اللي موجوده عندي على الجهاز اللي نزلت معايا اثناء السيت اب بتاعي. جاب لي هو الريزلت او الريزلتس الخاصه بالبحث، جايب لي اكتر من ريزلت. فهتلاقي دايما الريزلت الستاندرد اللي انت دايما هتدور عليها، الريزلت الستاندرد اللي انت دايما هتدور عليها اللي بيبقى مكتوب فيها ايه ترانزاكت سيكوال بالشكل ده، دبل كليك عليها. بالشكل ده سيلكت، شوف هو الراجل جايب لك هنا ايه، جايب لك سيلكت اهي، وقال لك ان دي اوبشنال بارامترز او اوبشنال كي ووردز، حاجه اسمها ديستينكت وحاجه اسمها اول وتوب اكسبريشن وبيرسنت ويز تايز وشغل كده تمام. الحاجات دي هنبقى نتكلم فيها بعدين. وجايب لك بقى بقيه السينتاكس، وهتلاقي الراجل هنا جايب لك ايه اكتر من اكزامبل على سيلكت. بص هنا طبعا متشغلش بالك بشكل الكلام دوت وبتاع، بس انا عندي هنا اهم حاجة سيلكت، وعندي هنا الايه الفيلدز، وعندي فروم، وعندي اسم الجدول. انزل كمان طبعا دي ايه دي ريفرنسز خاصة بمين بسيلكت. ارجع تاني مثلا للسيرش، هتلاقي مثلا في سيلكت ستيتمنت، بس دي مع حاجة تاني حاجة اسمها MDX، دي قصص تانية. المهم حضرتك عايزك بس اهم حاجة قصة انك تقف قدامك جملة سيكوال، حاول ترجع لمين للبوكس اونلاين او الهيلب الخاص بالسيكوال سيرفر، وتبدأ تحاول تحل معاه ويحل معاك بحيث انك تقف على رجلك شوية في الاوامر دي. اتكلمنا دلوقتي عن سيلكت استرسك الخاصة بمين باحضار كل البيانات. سي مثلا بقى ان انت عايز تعمل ايه، عايز ترتب او تشوف البيانات دلوقتي مترتبة بمين، بواحد اتنين تلاتة يعني بالبلو اي دي. افترض انت عايز ترتبهم ابجدي حسب مين، حسب الايه الفيرست نيم او الفيلد اللي اسمه فيرست نيم، وترتبهم ابجدي يعني تبدأ مثلا من اندرو ثم انيس ثم مش عارف مين. في عندنا بعد ما بتكتب سيلكت استرسك مثلا فروم امبلوي، الكلام اللي هقوله ده ينطبق على سيلكت استرسك وسيلكت سبيسفايد كولومز، يعني سيلكت برضو ايه حقول محددة او معينة. هتقول له مثلا اوردر باي، يعني رتبهم لي عن طريق المين، الفيرست نيم. بص اندرو اني جانيت لورا مارجريت مايكل نانسي روبرت ستيفن. طب لو عايز ارتبهم بالعكس ستيفن روبرت نانسي مايكل مارجريت كده، اقول له ديسك، اختصار لحاجه اسمها ديسندنج سورت، ديسندنج. او بص كده، طب شوف كده في الاول وبعد كده نرجع انه ايه نتكلم عن او select asterisk from employees order by the first name disk يعني descending. فجابهم ايه ترتيب تنازلي، ترتيب ابجدي تنازلي. لو قلت له a s c او ask يعني ascending، هيبدا يقول لي ايه اندرو اني. يبقى الافتراضي بتاع الاوردر باي يمثل ايه، يمثل الترتيب التصاعدي اللي هو بيبدا من الصغير للكبير، وان كنت ترتيب ابجدي فبيبدا من الالف او من الاي تو اي تو زد اللي هو
الاسندنج. اما لو حبيت اعمل ديسندنج فلازم ايه اكتبها بشكل مانوال، بحيث ان لما تيجي تتنفذ تبدأ تتنفذ معايا بدون اي مشاكل. ده لو حبيت اعمل ايه، اعمل اوردر باي او اعمل ترتيب لمين، للنتائج اللي طالعه من عندي. اتمنى ان حضرتك السيشنز بقى اللي جايه بعد كده دي محتاجه تطبيق سيشن بسيشن، ما تحاولش تدخل على سيشن بعد سيشن نمبر 5 ديت الا لما تكون خلصت 5 كويس، بحيث انك تكون ألميت بكل شيء موجود فيها، لان بعد كده الامور هتبدأ تعتمد على بعضها. مرة الجايه هبدأ مثلا اكلمك عن الكونديشنز، ومش هكلم سيلكت مع الكونديشنز، تمام؟ وبالتالي هتخصص بس في كونديشنز، ومش هكلمك عن ايه، مش هرجع اقول لك يعني ايه سيلكت، يعني ايه استرسك، ويعني ايه فروم، يعني ايه ساتسفايد كولوم مثلا، او اكسبريشن من شويه كولومز كتير. مش هكلمك عن الكلام ده تاني، لان انت عندك سيشن تم شرح فيها الكلام ده ايه كويس جدا. فياريت تلمها حضرتك وتحاول تطبق على قاعدة بيانات موجودة عندك بشكل فعلي، بحيث انك تشوف فعلا الريزلت بتاعتك بتتنفذ او بترجع لك حسب الاوامر المكتوبة ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.